بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الوحيد. الأخ المتوفى المرحوم بإذن الله تعالى أبو ياسر سليمان محمد حسين من عيشة الحملة. إخواننا كل إنسان، أي إنسان له أبو ياسر الله يرحمه دين مادي فأولاده مسددين مستعدين، وأما الديون الأخرى دين المعنوي فأبو ياسر الله يرحمه كان ضحوك يعني صاحب مفتي وبيمزح مع الآخرين، فإن شاء الله تعالى نسامح بدين المعنوي، الله يرحمه سامح. أيوه بارك الله فيك. صلاة الجنازة أربعة تكبيرات، بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، وأرجو الإخلاص في الدعاء للميت، ثم بعد التكبيرة الرابعة الدعاء لعامة المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا أمواتنا وأموات المسلمين، الفاتحة. حفظكم الله وجزاكم جميعا. فرش التراب يضمني وهو غطائي، حول الرمال تلفني، بل من ورائي والنهد يبكي ظلمة فيها ابتلائي، والنهور خط كتابه أنسي لقاء فرش التراب يضمني وهو غطائي، حول الرمال تلفني، بل من ورائي واللحد يحكي ظلمة فيها ابتلائي، والنور خط كتابه أنسي لقائي، أنسي لقائي، والأهل أين حلالهم، باعوا
يمشي التراب يضمني وهو غطائي، حول الرمال تلفني بل من ورائي، والأحد يحكي ظلمة فيها ابتلاء، والنور خط كتابه أنسي أيها المشيعون الآن. الموت هو عبرة له،
الموت هو عبرة لك. الموت تخطاك إلى أبي ياسر وغدا سيتخطى غيرك إليك. بالله عليكم لو كل واحد منا الآن يقول الآن أنا من أدفن، أنا من أدفن، ما هي حساباتنا؟ ما هي الحسابات التي ستراودنا؟ أكيد كل واحد منا سيندم، كلنا سنندم إن كنا مسيئين ألا رجعنا وتبنا، وإن كنا محسنين ألا ازددنا. فلمثل هذه اللحظة فأعدوا، لمثل هذه اللحظة فليعمل العاملون، لمثل هذه اللحظة فليتنافس المتنافسون. أبو ياسر أفضى إلى ما قدم وطويت صحائفه، ونسأل الله أن يكون قد أفضى إلى خير، وأن تكون صحائفه قد طويت بخير. لكن ماذا عن صحائفي وصحائفك؟ ماذا عن صحائفي وصحائفك التي ما زالت تملأ أو يملى فيها ويكتب فيها؟ ماذا عني وعنك؟ عباد الله، النعش الذي حملتموه قبل قليل، هذا المنظر المهيب يخاطبني ويخاطبك فيقول انظر إلي بعقلك، كم سار مثلي بمثلك. هل نظرنا إلى هذا النعش نظرة موعظة، نظرة عبرة، نظرة بصيرة، لا نظرة بصر؟ هل نظرنا إليه هذه النظرة انظر إلي بعقلك فكم سار مثلي بمثلك، أنا سرير المنايا، أنا المعد لحملك، وغدا سنحمل عاجلا أم آجلا، شئنا أم أبينا. لكننا طالت آمالنا، الكل منا طالت آماله وساءت أعمالنا، طالت الآمال فساءت الأعمال. فيأتي هذا الموت بين الفينة والأخرى، ندفن قريبا أو عزيزا أو جارا ليذكرنا بهذه الحقيقة المرة، وأن مردنا إلى الله، وأن مردنا إلى هذه الحفرة، وسندفن فيها لا معنا جليس ولا أنيس، ليس معنا إلا عملنا الصالح. سينفض الآن كل المشيعون، سينفض الكل، ويبقى أبو ياسر لوحده، ونحن سنكون مثله في لحظة من اللحظات. فماذا أعددنا لهذه اللحظة؟ هل نسير في حياتنا وفق ما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل خاطب كل منا نفسه؟ هل عملي يرضي الله؟ هل مساري في حياتي يرضي الله أم يغضبه؟ لذلك الله سبحانه وتعالى ينادي علينا في كل لحظة، ينادي علينا في قرآنه فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. انظر إلى هذا النداء، نداء كله محبة، نداء كله عطف، نداء كله رحمة، نداء كله رأفة. يخاطبنا الله فيقول قل يا عبادي، يخاطب من أيها الأحبة؟ لا يخاطب المصلين، ولا يخاطب الصائمين، ولا يخاطب الحجاج، وإنما يخاطب عباده الذين أسرفوا على أنفسهم، أي أكثروا على أنفسهم في فعل المعصية. إذا كان هذا خطاب الله للعاصي، فكيف هو خطابه لعبده الطائع؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تيأسوا. اليأس ليس من خلق المؤمن، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وينادي أيضا ويقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فهذا الخطاب أيها الأحبة لنا حتى نتعظ، حتى لا نصل إلى الآية التي تأتي بعده أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.
فهذا الموت هو عبرة لنا حتى لا نصل إلى هؤلاء، حتى لا نصل إلى أن نتمنى في لحظة لا ينفع عندها الندم. لذلك أيها الأحبة، لمثل هذه اللحظة فأعدوا، لمثل هذه أذكركم وأذكر نفسي، لمثل هذه اللحظة فأعدوا. من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها في هذه الدنيا قبل أن يصل إلى الله، وعندها لا يكون درهم ولا دينار، عندها تكون العملة هناك الحسنات أغلى من مال الدنيا كلها. إن كانت له حسنات أخذ من حسناته حتى يقضى ما عليه، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لأبي ياسر، اللهم ارحمه، اللهم عافه، اللهم اعف عنه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله. اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وقد فارقنا إليك، وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وأجود الأجودين، فأكرم الله نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، جازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبره عليه روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره عليه روضة من رياض الجنة، اللهم افسح له في قبره واجعله عليه مد البصر، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته عند السؤال، ادعو له فإنه الآن يسأل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات ممن شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، وأعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ يوم تجثو كل أمة، يوم تجثو كل أمة في دياجر الملمة، في دياجر للسؤال عن المهمة، للسؤال عن المهمة، هل أجبتم الرسول؟ هل أجبتم الرسول؟ يوم يأتي الناس وفدا، يأتي الناس وفدا، وعظيم القوم عبدا، القوم عبدا، هل ظننتم فيها خلدا؟ فيها خلدا وبقاء لا يزول؟ يومها ماذا نقول؟ يوم لا ينفع مال أو خليل أو عيال، كلهم شر وبال إلا من نال القبول. يوم يغشى الناس نار ودخان ودمار وامتهان واحتقار، لا تطير له العقول. يومها ماذا نقول؟ يومها ماذا نقول؟ يوم رايتنا تنادي، يوم رايتنا تنادي، أين حي على الجهاد؟ أين حي على الجهاد؟ يوم صاحبها المنادي، يوم صاحبها المنادي، أين هل العقول؟ يوم نسأل عن كرامة، يوم نسأل عن كرامة، عن ضعيف عن يتامى، عن ضعيف عن يتامى، قوم نخوض الحمامة، قوم نخوض الحمامة، فالشهيد له القبول. يومها ماذا نقول؟ يا شهيدا قد أنام.